من حصد أول 3 نقاط خلال الموسم الجديد حينما صادف نادي اتحاد عنبة، حيث أكرم المحليون ومن دون انتظار ضيوفهم مبكرا بهدف السبق في الدقيقة 2 عن طريق المهاجم حدو الذي باغت الدفاع والحارس وحتى المصور. بعد هذا لم يحسن المهاجم بالسعدية فرصة تعديل النتيجة. ترجي مستغانم كانت له سيطرة طفيفة على مجرية اللعب وحاول تعميق الفريق، ولكن هجماته لم تأتي بالجديد. وفي 10 دقائق الأخيرة رمى اتحاد عنبة بكل ثقله في الهجوم، ولكن النتيجة بقيت على حالها لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدف دون رد. المرحلة الثانية كان أبطالها اللاعبون البدلاء، وكانت الأفضلية في البداية لترجي مستغانم الذي شن عدة حملات هجومية أثمرت بهدف ثاني في الدقيقة 55 عن طريق المهاجم البديل بن الشيخ بعد فتحة من قشيري وخطأ فادح من الحارس رحماني. بعد هذا الهدف تراجع ترجي مستغانم إلى الخلف فاسحا المجال لهجوم اتحاد عنبة الذي تمكن من تقليص الفارق عن طريق البديل دغماني في الدقيقة 71 لتنتهي المواجهة بتفوق ترجي مستغانم بنتيجة 2 مقابل 1 أمام اتحاد عنبة.